أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان تكريم فريق عمل اللغة الإنجليزية في برنامج مدرس على الهواء. طبعا الأستاذ الأفاضل اللي هنقوم بتعريفكم دلوقتي مجموعة جدا كبيرة جدا من المدرسين على مستوى الجمهورية، كلهم خبرات، فهنقدم البعض منهم طبعا موجود معنا في البرنامج بقاله يجي سنتين وقدموا العديد من الحلقات المتميزة لكل طلبة على مستوى الجمهورية، والبعض الآخر بيبدأ معنا مسيرة جديدة من العطاء، نتمنى لهم التوفيق. هنبدأ البرنامج بتاعنا، وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا بتاعت التكريم هنستمع لبعض آيات القرآن الكريم بصوت الشاعرة الجميلة الصغيرة هاجر ميترد. اتفضلي يا نصر. أمين. حضرتك بداية حابة أشكر حضرتك جدا على الدعوة الجميلة دي، وفكرة جميلة جدا وجديدة كمان. هقول دلوقتي بعض من آيات القرآن الكريم من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن هنسمع برضو قصيدة جميلة بصوت الشاعرة الجميلة هاجر ميترد عن فضل المعلم. تفضلي يا حبيبي. طبعا أنا حابة أشكر كل المعلمين اللي بيدرسوا لكل الطلاب، وهم الأساس في كل المجالات. أي حد بنلاقيه مجتهد وعظيم فهو بيكون وراه مدرس هو اللي بيشجعه. فدلوقتي هقول قصيدة عن فضل المعلم. أفضل المعلمين هم من يدرسون طلابهم من قلوبهم وليست فقط من الكتب. فالمعلم المتواضع يبرهن لنا والمتميز يشرح لنا. أما المعلم العظيم فهو يلهمنا بعلمه. فأيها الطلاب الأعزاء، لا تغرنكم التكنولوجيا وتظنون بأنها قد سبقت علم المعلم. فالمعلم هو المؤثر على الجيل الصاعد ليكون مؤهلا لقيادة المستقبل. فما قدرناه حق قدره وما أعطيناه حق عطائه. فما لي أن أقول لمعلمي سوى أنت أول من علمني كيف أكتب أول حرف من اسمي. وكان علمك يا والدي أولى خطواتي الثابتة لتحقيق العلم والمعرفة والنجاح. معلمي الفاضل، إني أنتظرك من زمن بعيد. أنا سعيد لأنك تقرأ رسالتي. أريدك أن تكتشف قدراتي ومواهبي. كيف أتعلم؟ ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ معلمي الفاضل، إني أبحث عنك، فلدي أسئلة كثيرة أريدك أن تجاوبني عليها. أتحسب نفسك ضحية لأنك تضحي من أجل مستقبلي؟ معلمي الفاضل، مستقبلي مرهون بين يديك. يكن سر عظمتي بعلمك وأخلاقك وعطائك. معلمي الفاضل، لدي شوق داخلي كبير لأن أكون عظيم. معلمي، لا تنتظر الشكر والتقدير من أحد. أتعرف لماذا؟ لأنك صاحب رسالة ولست صاحب وظيفة، ولأنك من ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولأنك منبع الأخلاق والتقدير. فلا تحزن
إن لم يقدرك أحد. معلمي اجعلني رؤيتك، اجعلني أثرا لك في الدنيا لأكون أجرا لك في الآخرة. معلمي مستقبلي مرهون بين يديك. معلمي الفاضل. أحسنت يا حبيبي، شرفتينا. إن شاء الله شرفت يا حبيبي، اتفضلي. نبدأ التكريم بتاعنا مع أساتذتنا الأفاضل، فريق عمل اللغة الإنجليزية في البرنامج، مع الإعلامية الجميلة إيمي عسل. اتفضلي يا فندم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حفل تكريم مدرسي برنامج مدرس على الهواء على شاشة الصحة والجمال، البرنامج الأكثر مشاهدة لجميع طلاب الثانوية العامة في مصر. كل الشكر والتقدير للأستاذ اللغة الإنجليزية الكبير مستر نبيل بكير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات ثانوية عامة في جميع أنحاء مصر، مشاهدي قناة الصحة والجمال برنامج مدرس على الهواء، يسعدني طبعا ويشرفني أن أكون عضو من أعضاء هيئة التدريس ضمن الكوكبة الجميلة من مدرسي اللغة الإنجليزية في مصر تحت قيادة الإعلامي اللامع الواعد مستر أحمد السعيد. شكرا. حبيبي ربنا يكرمك ومشرفنا دايما حبيبي. شكرا يا مستر أحمد. حبيبي توفيق حبيبي، توفيق تفضل. كل الشكر والتقدير لأستاذ اللغة الإنجليزية الكبير مستر خالد عطية. مستر خالد أنت من حاجيت ودخلك عليك توفيق دايما. شكرا. السلام عليكم. وطبعا انا شاكر افضل الناس اللي كانت ادتني الفرصه ان ابقى في البرنامج، واخص بالذكر مستر احمد السعيد طبعا مقدم البرنامج، واتشرف ان انا اكون احد اعضاء البرنامج. فخالص شكر التقدير للجميع، وربنا يوفق الطلبه كلها ان شاء الله. وحابب اقول لك بس ما حك جلدك الا ظفرك، فتولى انت امور نفسك، نعمل اللي علينا جماعه وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا، وربنا يوفق كل فريق البرنامج لخدمتكم باذن الله. شكرا مستر احمد. حبيبي شكرا. 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 كاميرا الثانية. حبيبي. توفيق. تفضل. شكرا مستر احمد. كل الشكر والتقدير لاستاذ اللغة الانجليزية الكبير مستر رمضان التركي. حبيبي. مستر رمضان. حبيبي. توفيق حبيبي. حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يسعدني أن أكون معكم مشاهدي برنامج مدرس على الهواء على قناة الصحة والجمال والقناة الفضائية المصرية. أتشرف أن أكون معكم في العام القادم مدرس اللغة الإنجليزية إن شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. مستر رمضان التركي. حبيبي تشرفنا إن شاء الله. التوفيق دايما. كل الشكر والتقدير لأستاذ اللغة الإنجليزية الكبير مستر خالد عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي برنامج مدرس على الهواء في جميع القنوات الفضائية، كل الشكر والتقدير لمستر أحمد السعيد الإعلامي المتميز. احنا اشتغلنا في قنوات تعليمية كتير، ولكن طبعا في برنامج مدرس على الهواء قدمنا مادة تعليمية متميزة، امتحانات بتيجي كل سنة من الكتاب اللي بنقدمه لكم، منقي ناس من خيرة مدرسين مصر. اشكركم جميعا وربنا يوفقكم ان شاء الله، تابعونا وان شاء الله هتتمتعوا بمستوى راقي عالي زي ما احنا عودناكم على كده. شكرا جزيلا لجميع الطاقم والكرو اللي شغال في قناة الصحة والجمال. حبيبي. حبيبي. شكرا جزيلا. توفيق. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر صلاح عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات
الثانوية العامة. تشرفنا بكم في العامين الماضيين في برنامج مدرسة الهوى، وإن شاء الله نكون معاكم في العام القادم إن شاء الله بإذن الله في خدمة تعليمية متميزة. والشكر موصول لمستر أحمد السعيد اللي قام بالعمل العظيم دوت علشان نقدم الخدمة التعليمية المميزة، وإن شاء الله بالتوفيق لجميع القائمين على هذا العمل العظيم. حقيقي مستر صلاح شرفنا. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر محمد فتح الباب. حياك مستر محمد. طبعا نرحب بكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، واحنا كنا معاكم لمدة سنتين زي ما وعدناكم طبعا، ودايما بنوعدكم احنا دايما نكون اب تو ديت، متجددين دايما بقيادة طبعا الإعلامي رائد الإعلام التعليمي في مصر مستر أحمد السعيد. تشرفنا إن احنا نكون معاه طبعا، نوعدكم دايما إن احنا نقدم الجديد عشان نحطوكم طبعا على الطريق الصحيح. كل سنة وأنتم طيبين. حبيبي. توفيق حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر عماد المنشاوي. مستر عماد حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وبناتي طلبة طلاب الثانوية العامة، كان عن دراسي جميل، حلقات كانت مميزة، مدرسين مميزين جدا جدا إن شاء الله، وبإذن الله نوعدكم بحاجات أفضل وأجمل السنة اللي جاية مع طاقم رائع من المدرسين من أفضل معلمين مصر طبعا تحت قيادة الإعلام الكبير مستر أحمد السعيد. شكرا حبيبي مستر أحمد. توفيق حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر عماد حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء طلاب وطالبات الثانوية العامة. كنا معاكم في فترة جميلة جدا وحلقات إن شاء الله تكون مثمرة تحت قيادة الرائع الليدر مستر أحمد السعيد، وإن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله في تقديم حلقات أجمل وأقوى إن شاء الله في عام دراسي جديد، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. ربنا يوفقكم كلكم إن شاء الله في امتحان الثانوية العامة اللي قربت، وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله. حبيبي. أيوه. توفيق حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر محمد علي. مستر محمد شكرا لك حبيبي. توفيق أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، طبعا شرف ليا وجودي معاكم إن شاء الله في برنامج مدرسة على الهواء، وشكر كبير جدا جدا للأستاذ أحمد إدانا الفرصة وإن هو جمع المجموعة الرائعة من المدرسين في اللغة المادة اللغة الإنجليزية، وان شاء الله مجموعه طبعا من الحلقات متميزه جدا عملناها، ومجموعه اكتر ان شاء الله هنعملها خلال الفتره القادمه. شكرا لك استاذ احمد، وشكرا لبرنامج مدرسه على الهواء. حبيبي بالتوفيق دايما يا رب. شكرا حبيبي. توفيق حبيبي. شكرا اتفضل. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغه الانجليزيه الكبير مستر هاني الدسوقي. بالتوفيق حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة المصرية، تشرف أن أكون موجود معكم السنة دي إن شاء الله في برنامج مدرس الهواء مع الإعلام المتألق الكبير مستر أحمد السعيد، مع كوكبة من مدرس اللغة الإنجليزية المتميزين في جميع أنحاء مصر، وأتمنى إن شاء الله لكم جميعا التوفيق.
شكرا جزيلا مستر حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر عادل صابر. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي برنامج مدرس على الهواء بقيادة الإعلام المتميز مستر أحمد السعيد، أتشرف أن أكون معكم العام القادم إن شاء الله. مستر عادل صابر معكم إن شاء الله العام القادم. حبيبي التوفيق دايما. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر علاء عادل. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي برنامج مدرس على الهواء على الفضائيات المصرية، أتشرف إن شاء الله كده أكون معاكم في البرنامج وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم في مادة اللغة الإنجليزية علاء عادل. أهلا بك. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر أسامة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، يسعدني التواجد معكم في قناة الصحة والجمال برنامج مدرس على الهواء في العام الدراسي القادم مادة اللغة الإنجليزية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا نقدم برنامج متميز نخدم فيه كل أبنائنا الطلاب، والشكر موصول للإعلام المتميز أحمد سعيد. حبيبي ربنا يكرمك. توفيق دائما. كل الشكر والتقدير لأستاذ اللغة الإنجليزية الكبير مستر محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي برنامج مدرس على الهواء على الفضائيات المصرية، أتشرف بوجودي معكم إن شاء الله بإذن الله في العام القادم في مادة اللغة الإنجليزية، وأسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا في ربوع مصرنا الحبيبة، والشكر موصول للإعلام الكبير مستر أحمد السعيد جزاه الله خيرا. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر رياض محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي قناة الصحة والجمال برنامج مدرس على الهواء، يشرفني إن شاء الله أكون معكم العام القادم إن شاء الله. I wish you all the best of luck and God willing the full mark is yours. شكرا جدا، شكرا جزيلا مستر احمد السعيد. حبيبي التوفيق دايما. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغه الانجليزيه الكبير مستر عمرو حتيتة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، متابعي برنامج مدرس على الهواء على الفضائيات المصرية، إن شاء الله هكون معكم العام القادم إن شاء الله في تدريس مادة اللغة الإنجليزية مع المبدع الأستاذ أحمد السعيد، ومعكم إن شاء الله مستر عمرو حتيتة، وشكرا جزيلا للمبدع أحمد سعيد. حبيبي ربنا يكرمك التوفيق دايما يا رب.
التوفيق يا حبيبي. تفضل. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر عبد الحميد الجندي. طبعا أنا عايز أقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول، وعايز أقول شكرا جدا للإعلام الرائع مستر أحمد سعيد اللي ادانا الفرصة إن احنا نبقى معاكم على الهواء، واللي ادانا الفرصة إن احنا نلتقي بحبايبنا طلاب الثانوية العامة متابعي برنامج مدرس على الهواء، المدرس البرنامج الأول في مصر متابعة، وإن شاء الله كل الجروب الموجود، وأنا بتشرف بالانضمام لهذه القامات وده شرف كبير ليا، وإن شاء الله نعمل كل اللي أنتوا عايزينه ونضمن لك إن شاء الله إن أنت تحصل على أعلى درجة في اللغة الإنجليزية. شكرا تاني وتالت ورابع لمستر أحمد سعيد الإعلامي الرائع، تواجدنا جنبه ده كفاية. شكرا جدا شكرا جدا، نتمنى لكم كل اللي أنتوا بتتمنوه إن شاء الله هنحققه بإذن الله في برنامج مدرس على الهواء. انا سعيد ان انا هنضم ليكم، وسعيد ان انا تتابعوني ان شاء الله السنه الجايه في برنامج مدرس على الهواء ان شاء الله في ماده اللغه الانجليزيه مستر عبد الحميد الجندي. حبيب تشرفنا حبيب ان شاء الله. حبيب التوفيق ان شاء الله. حبيب كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر مصطفى أحمد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر مستر أحمد السعيد إن هو إدانا الفرصة إن إحنا نكون معه إن شاء الله. تفضل جنبي. مدرس على الهواء. شكرا لكل المشاهدين، وشكرا للاستاف العمل، وان شاء الله هنكون معاكم على سنه جديده لطلبه وطالبات الثانويه العامه في ماده اللغه الانجليزيه مع مستر مصطفى احمد الفقي. شكرا حبيبي التوفيق دايما. الله يخليك. شكرا مستر. شكرا حبيبي التوفيق حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر محمد سيد فؤاد. السلام عليكم طلاب الثانوية العامة في كل أنحاء مصر متابعي برنامج مدرس على الهواء، البرنامج الذي حقق الكثير من الفائدة لطلاب الثانوية العامة في هذا العام. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العام القادم بإذن الله. يشرفني أن أتواجد معكم في هذا البرنامج الذي ستذيعه الفضائيات المصرية، معكم مستر محمد سيد فؤاد أستاذ اللغة الإنجليزية، وأقول لطلاب الثانوية العامة معنا في هذا البرنامج سيصبح الحلم حقيقة واضحة بين يديك، معنا لن ترهق نفسك في الوصول إلى القمة، فالقمة نفسها ستسعى وصولا إليك، فتابعونا موفقين بإذن الله. شكرا لكم. حبيبي التوفيق حبيبي إن شاء الله. توفيق ان شاء الله حبيبي. تفضل. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغه الانجليزيه الكبير مستر احمد عبد القادر. حبيبي. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه برنامج مدرس على الهواء، اتشرف ان اكون معكم مع الاعلام الكبير مستر احمد السعيد، وإن شاء الله نكون أسف ليكم إضافة ليكم بإذن الله. معكم مستر أحمد عبد القادر. بالتوفيق إن شاء الله. حبيبي. كل الشكر والتقدير لمدرس اللغة الإنجليزية الكبير مستر حبيب الرحمن. حبيبي التوفيق حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في جميع أنحاء مصر، متابعين برنامج مدرس على الهواء، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله السنة الجاية. انتظروني بقيادة الأستاذ أحمد سعيد، هنتقابل السنة الجاية وهنحل جمل كتيرة جدا، وهنبقى من أحسن الناس متفوقين بإذن الله مع برنامج مدرس على الهواء بقيادة أستاذنا الكبير أستاذ أحمد السعيد. شكرا يا فندم. حبيبي، التوفيق دايما لك. شكرا. توفيق ان شاء الله. تفضل. كل الشكر والتقدير للمدرس اللغه الانجليزيه الكبير مستر محمد سيد. السلام عليكم. توفيق ان شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب وطالبات الثانويه العامه، متابعي برنامج على الهواء، اعزائي طلاب وطالبات الثانويه العامه، متابعي برنامج مدرس على الهواء على الفضائيات المصريه، اتشرف ان اكون معكم في العام الدراسي القادم في ماده اللغه الانجليزيه مستر محمد سيد. شكرا. حبيبي، التوفيق حبيبي. التوفيق ان شاء الله. واخيرا كل الشكر والتقدير لاستاذ اللغه الانجليزيه الكبير مستر احمد العجمي. السلام عليكم. حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي واخواتي طلاب الثانويه العامه، اهلا وسهلا بكم. في البدايه بشكر القناه وبشكر المذيع الرائع الاستاذ احمد السعيد على استضافته لينا، وان شاء الله رب العالمين بنوعدكم ان شاء الله رب العالمين العام القادم بنجاح ساحق بامر الله تعالى، وان شاء الله نكون سبب في تحقيق اهدافكم. وبطمن اخواتي وطلاب الثانويه العامه هذا العام ان شاء الله هنفرح كلنا ونحقق حلمنا. شكرا جزيلا. كان معكم مستر احمد العجم. حبيبي، بالتوفيق دايما. الله يكرمك. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، ده كان يعتبر حفل تكريم بالنسبة لستاف اللغة الإنجليزية اللي احنا هنشتغل بيه السنة الجاية إن شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية البرنامج إن تقريبا نص فريق العمل ده شغال معانا بقاله تقريبا سنتين في البرنامج، وقدمنا العديد من الحلقات المتميزة لكل طلبة الثانوية العامة، والحمد لله عملنا صدى كويس جدا مع الفريق اللي كان معانا. وطبعا يعتبر في ناس بتبدأ معانا الموسم الجديد ابتداء من النهاردة، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في ان هم يقدموا لنا مسيره جديده من العطاء في البرنامج. ودلوقتي هنسمع قصيده جميله في حب مصر بصوت الشاعره الجميله هاجر مترد. اتفضلي. هاي هقول دلوقتي قصيده بعنوان صباح النصر للشاعر عبد الله حسن. صباح النصر يا ام العظيمه يا مصر، صباح النصر يا اخواتي وحبايب مصر، صباح النصر على اللي سطروك يا تاريخ، صباح الفل على المدفع والصواريخ، صباح الكبرياء عداء، صباح شايل معاه اسماء وفي صفحات التاريخ مكتوب. ومن ساعة ما ربنا تعالى خلق الارض، ومن ساعة ما جه اخترع حساب الوقت والمسافات، بتيجي مصر في الاول وبعد كده فبكتب لك يا امي وجنبي زملاتي، ويا ريت جنبي ويايا عشان لو تسمعي يعني حكايه ما بعدها حكايه. بقول لك يا اما حاربنا وعدينا خطوط النار، بقول لك يا اما ابنك كان بطل مغوار، ما هبش الموت ولا خاف، وزميله كان على كتافه بس كمل بيه وقام يجري، ومات صاحبي على صدري عشان احضننا اوسع من منازلنا. وشوفي يما زمايلنا اسود فوق العدد والحصر، تصوري يما اعدائنا ما خافوش الا لما صرخنا فيهم مصر، يا دوب الاسم لو قلته يخاف منه العدو، اذا ذكرت بلادي فانصته اجمع، طبيعي القلب بيرفرف طبيعي عينيا بتدمع، حكاية عمرنا ما هنمل أبدا نحكيها،
السادس من اكتوبر العاشر من الهجري باسمى اسم سميها. قالوا النصر والعبورنا بارليف كان على صدورنا. سنين طاب عشان القلب كان صادق. فما استحملش ارضه وتبقى مختصبة. وما استحملش ذرة رمل من ارضه تدسها بيادة الغربة. اخلع نعالك يا عدو، هذه الاراضي مقدسة. هذه اراضي موطني، لا لن تكون مدنسة. يوم تنتقم الجنود وتفتدي من يحصد الارواح هي منفسة. اليوم اما قائد او مفتدي، فانا الشهيد، انا الوليد المنتصر ببطاقتي باصابتي بيد يسيل الدم منها كالمطار. فاحذر عدوي، فاحذر عدوي، لست وحدي ها هنا. والله ان متنا، والله ان متنا يقاتلك الحجر، والله ان متنا يقاتلك الحجر. شكرا، مع تحيات الانشوده المصريه هاجر متير. حبيبي بالتوفيق دايما يا رب، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله باذن الله. صوره جميله بقى كده مع بعض. وده طبعا يعتبر ده تكريم خاص. انا بقوله هنا يعتبر من ساعه ما بدانا البرنامج، من ساعه ما بدانا البرنامج يعتبر الجندي المجهول بالنسبه للبرنامج دوت، واللي بيبذل مجهود خرافي في نجاح البرنامج وهو يعتبر شريك النجاح الاول، تمام، بالاضافه طبعا لكل المدرسين الافاضل اللي هم معانا في البرنامج اللي هو يعتبر عمل اسم بوجودهم معانا. دلوقتي هنكرم الاستاذ نصر الشاهد مدير الانتاج. ولما بكرم الاستاذ نصر الشاهد، اتفضل يا فندم. حبيبي توفيق. ولما بكرم الاستاذ نصر الشاهد يبقى انا طبعا بكرم كرول عمل كله في قناه الصحه والجمال في شخصه، تمام، طبعا كلهم يعتبر شركاء النجاح في العمل اللي احنا فيه دلوقتي. بالتوفيق دايما يا رب. اتفضل. وانا بشكر مستر احمد السعيد يعني على المحتوى الجيد اللي بيقدمه على شاشه الصحه والجمال، والمدرسين المتميزين اللي بيظهروا معانا في البرنامج بصراحه بيظهروا بشكل كويس جدا، ويعني انا بشكر حضرتك جدا يا مستر. حبيبي بالتوفيق دايما يا رب. بالتوفيق. حبيبي. وطبعا معانا برضو من الناس الجميله اللي معانا في فريق الاعداد، بنشكر الاستاذه امل عبد الحميد. اتفضل يا فندم. التوفيق يا رب. التوفيق ان شاء الله. اتفضل. ومعانا طبعا برضو في فريق الاعداد حبيبي الغالي اللي هو يعتبر معايا في كل رحله النجاح برضو، الاستاذ حسن هاشم. اتفضل. بالتوفيق ان شاء الله. اتفضل. واخيرا ختام مسك، بنشكر الإعلامية الجميلة إيمي عسل على حضورها معنا النهاردة في التكريم، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق والنجاح في كل حياتها العملية. تفضل يا فندم. طبعا بشكر حضرتك جدا. تفضلي. لو عندي سيادتك كلمة سريعة. تفضلي. مبدئيا أنا بشكر أستاذ أحمد، لان البرنامج بتاعه جميل جدا، وهو البرنامج الوحيد الاكثر مشاهده زي ما قلنا في بدايه البرنامج. البرنامج كله حلو، والمدرسين الكرام كلهم ناس لطيفه جدا وناس محترمه جدا وذوق، ومن اوائل المدرسين اللغه الانجليزيه الكبار جدا. بتمنى لهم التوفيق كلهم. مستر احمد ميرسي جدا. بالتوفيق ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله.
أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، نختم معاكم وإن شاء الله نقول لكم إن في مزيد من التطور في البرنامج في كل المواد، في كل المواد الدراسية الفترة الجاية، فاستنونا إن شاء الله هتشوفوا حاجات جميلة بإذن الله. كل التوفيق والنجاح لكل طلبنا الأعزاء إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم جميعا.